حادثه، لا خرجت من المدرسه بتاعتي على اني ما اقدرش اشتغل. واكتر حاجه كمان بسطاني ان بنتي عرفت ان انا ازاي، ان هي يعني ازاي تعتمد على نفسها، ازاي تفكر في المذاكره، كمان ازاي تعرف تشتغل حاجه. وهي صغيره ما كنتش مهتمه بالموضوع ده خالص، ازاي الواحد يفكر بيشتغل كويس شغلانه كويسه وفي نفس الوقت عنده هوايه ممكن يستفيد بيها.